طفل فقير وغير متعلم تخلت عنه والدته ليعيش مع زوجين مسنين. وجد شغفه في بناء الأشياء وتصنيعها لينتهي ببناء إمبراطورية رولز رويس المرموقة. نعم، إنها شركة رولز رويس للسيارات التي تصنع واحدة من أغلى السيارات في العالم، تأسست على يد صبي مفلس وغير متعلم. الشركة التي تبلغ قيمتها اليوم 7 مليارات دولار تأسست ب20 جنيه استرليني فقط. إذن كيف فعل ذلك؟ ولد هنري رويس سنة 1863 لوالداه جيمس وماريا، اللذان كانا يديران مطحنة دقيق، ولكن بعد 4 سنوات من الكفاح أفلست العائلة واضطروا للانتقال إلى لندن للبحث عن عمل. حينها اضطر الطفل هنري ذو 4 سنوات للعمل لجني 4 سنتات لمساعدة والديه، بينما والده الذي عمل في مطحنة دقيق لحساب الغير كان مديون بمبالغ طائلة. ومرت الأعوام وبدأت المأساة الحقيقية لهنري حينما بلغ من العمر 9 سنوات، حيث توفي والده تاركا إرثا من الديون التي لا تعد ولا تحصى. ولهذا اضطر هنري للعمل بدلا من الالتحاق بالمدرسة. من بيع الصحف لتسليم البرقيات بدأ يجني بعض السنتات، ولكن هذا لم يكن كافي لسداد ديون والده وإعالة والدته. مأساة عاشتها والدة هنري إلى أن أدركت أنها لن تستطيع إعالة طفلها، لذا قامت بإرسال هنري للعيش مع زوجين مسنين بدلا منها. سنوات عاشها هنري على قطع الخبز المبلل بالحليب وحسب، أمر سيؤثر على صحته لبقية حياته. وبحلول الوقت بلغ عمره 15 عاما، حينها كان قد أكمل عاما واحدا في المدرسة. بينما عمته حاولت مساعدته بأن منحته الرسوم اللازمة للانضمام لبرنامج تدريب مهني في شركة تدعى جريت نورثرون رايلواي، وهناك تعلم استخدام الأدوات وبناء عربات اليد الخاصة بالقطارات. لقد وجد شغفه في العمل باليدين وبناء الأشياء. وبعد 2 اضطر للانقطاع عن الدراسة بعد أن عجز عن سداد باقي الرسوم، لكنه عمل في مهنة لتصنيع الأدوات في لادز ثم في شركة كهرباء ليفربول، كي ينجح أخيرا في تحمل تكاليف دروس الهندسة الكهربائية في معهد سيتي أند جولدس إنستيتيوت، ثم عمل رئيسا للكهرباء في شركة ماكسيم وسترون إلكتريك وهو في 19 فقط من العمر. أخيرا شعر أنه أحرز تقدما، إلى أنه في عام 1884 انهارت الشركة وعاد عاطلا مرة أخرى، ليقرر أنه لن يبحث عن وظيفة مجددا في شركة جديدة، بل سيؤسس شركته الخاصة. حينها وبسبب بداياته المتواضعة حاول إقناع زملائه في العمل بالانضمام إليه، وبالفعل وافق زميله المهندس أرنست كليمنت على المخاطرة ومشاركة هنري ب50 جنيها استرليني. أسس شركة اف اتش رويس، ومن داخل أحد المباني في مدينة مانشستر استطاع الشابين ابتكار أول منتج ناجح لهما، وهو جرس الباب الكهربائي، والذي لاقى طلبا هائلا ليتحولا لمنتجات أكبر وأكثر طموح كالمولدات والرافعات الكهربائية. وبهذا بلغ حجم مبيعات الشركة بحلول عام 1899 إلى 20,000 وحدة شهريا، وبلغ رأس مالها 30,000 جنيه استرليني. وفي القرن 19 وقبل التضخم، فهذا يعني $1,000,000 في يومنا الحالي. وأخيرا بعد أن أصبح الشريكان أثرياء، بدأ هنري المهتم بالسيارات التي كانت لا تزال اختراعا جديدا في التحول لتحقيق حلمه، إنشاء أفخم سيارة في العالم. وبما أن رويس كان يملك سيارة فرنسية من طراز 1901 ذات أسطوانتين، استطاع التدرب بإجراء تحسينات عليها وإصلاح جميع الأخطاء. وفي عام 1904 نجح في تصنيع 3 سيارات أسماها روس 10، الأولى كانت لنفسه والثانية لشريكه إرسنت والثالثة لرجل أعجب بشدة بها، لدرجة أنه قدم هنري لتاجر سيارات يدعى تشارلز رولز. عندما التقى تشارلز رولز بهنري رويس لم يكن بمقدورهما تخيل الرحلة التي كانا على وشك الشروع فيها سويا، خصوصا بسبب الاختلافات الجذرية بينهما. فبعكس الحياة الصعبة التي أتى منها هنري، كان رولز من الأطفال المدللين ونشأ على حب الميكانيك ودرسها في جامعة كامبريدج. لهذا كان من أوائل الذين امتلكوا سيارة في المملكة المتحدة، بجانب العمل على متن يخت وحمل الرقم القياسي لأسرع قيادة في عصره، وحتى الطيران بالمناطيد.
أي أنه صاحب خبرة كبيرة في عالم السيارات، وبمجرد أن تعرف بهنري وجرب سيارته أعجب بها كثيرا وأخبره أنهما سيعملان سويا، وقال عبارته الشهيرة: لقد وجدت للتو أعظم محرك في العالم. في ديسمبر لعام 1904 أسس تشارلز وهنري شركة رولز رايز. هنري بخبرته الكبيرة ومهارته في الأعمال الميكانيكية، بجانب تشارلز محب السيارات المبدع في عالم الأعمال والعلاقات العامة ومهاراته التسويقية التي أوصلته بأشهر رجال السياسة والإعلام والاقتصاد وحتى الملوك، بهدف الوصول إلى عملاء يمكنهم شراء سياراته الفاخرة. لذا شكل الثنائي فريقا متكامل لا يمكن إيقافه، رولز رايز. وفي نفس العام قدموا سيارتهم الأولى رولز رايز في معرض باريس للسيارات، وباعوها مقابل 395 جنيها استرلينيا، وهو ما يعادل عشرات الآلاف من الدولارات في الوقت الحالي. ثم صنعوا 16 سيارة أخرى من نفس الطراز بيعت جميعها، وإن حصلت على واحدة اليوم فأنت تملك ثروة. بالمناسبة بيعت إحداها في مزاد في سنة 2007 بثلاثة ملايين دولار، ثم قدموا سيارة رولز رايز سيلفر جوست المطلية بالفضة والألومنيوم، وتم تصنيفها أنذاك كأفضل سيارة في العالم. وبيعت إحداها في مزاد في سنة 2005 بخمسة وثلاثين مليون دولار، ونجحت الشركة وتصدرت عناوين الصحف. ولكن تشارلز روز لم يكتفي بذلك النجاح، حين بدأ يتوجه إلى الطائرات وحاول إقناع هنري بصنع محرك طائرة، ولكن هنري رفض بشكل قاطع وقال أنه يفضل التركيز على السيارات. تشارلز الذي لم يتجاوز 30 من العمر قرر الاستقالة من منصبه كمدير في الشركة ليتمكن من التركيز فقط على الطائرات. وفي عام 1909 اشترى طائرته الخاصة من طراز رايت فلاير، ووصفته الصحف بالبطل بأنه أصبح أول شخص في العالم يقود رحلة طيران دون توقف عبر القناة الإنجليزية، إلى أن انتهت شجاعته بمأساة يوم سقط بطائرته في إحدى مغامراته الجوية ليصبح أول بريطاني يموت في حادث تحطم طائرة. كان ذلك في عام 1910، أي عمره 32 عاما فقط. بعد عام واحد من مأساة تشارلز بدأت صحة هنري في التدهور، لم يعد يرغب الذهاب كثيرا إلى مصنع رولز رايز، وبدأ يقضي المزيد من الوقت في منزله. وعلى الرغم من أن هنري رفض صنع محركات الطائرات لسنوات، إلا أنه أجبر على تصنيعها في بداية الحرب العالمية الأولى سنة 1914، حينها صنع محرك رولز رايز إيجل الذي وفر نصف إجمالي القدرة الحصانية لجميع طائرات قوات الحلفاء. تلك كانت البداية الحقيقية للانطلاق، حيث وصل الطلب على رولز رايز بحلول عام 1921 إلى إنتاج ثلاث سنوات قادمة. لذا افتتح هنري مصنع رولز رايز أمريكي في ماساتشوستس، أنتج 2944 سيارة، كل جزء منها مصنوع يدويا بطريقة احترافية مهما استغرق الأمر من وقت. وفي عام 1930 حصل هنري على وسام الإمبراطورية البريطانية ولقب بارون، وبعد ثلاث سنوات فقط توفي عن عمر ناهز 70 عاما، ليموت الشريك الثاني لهذا الصرح العملاق، وتبقى شركة رولز رايز إلى اليوم أحد أهم شركات السيارات الفارهة في العالم. تلك كانت نهاية قصة البداية لشركة رولز رايز، أحد أهم الشركات في عالمنا الحالي، قصة تؤكد على ضرورة العمل والجد من أجل الوصول لأعلى مراتب القمة. إذا أعجبكم محتوى قناتنا يمكنكم دعمنا أو الإعلان على قنوات متع عقلك عبر رابط ألفا لايك في الوصف أسفل الفيديو.